السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد. في الفيديو هذا حنشوفه او حنساله شويه ليبيين انا تعرفت عليهم تو في مدينه الحمامات في تونس. حنسالهم سؤال شويه ممكن حساس، حنشوفوهم اذا هو بشكل عام هل الليبيين او الشباب يتغيروا ام دا يسافروا؟ مغريه جدا في بلاد معينه، هل الليبيين حينسوا عائلاتهم او حيفكروا بس في الفرصه اكثر من هم حيفكروا في عائلاتهم؟ وتوا خلونا نشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة أهلاً الله. أهلا ليبيا صح؟ إن شاء الله. باهي، أنا بنسأل، قاعدين نصور معك فيديو. طبعاً. تمام، أنا بنسألك سؤال. أنت تو في تونس، إيه؟ جاية بروحك صح؟ صح. وليبية وشابة، تقري في جامعة المفروض. إيه. في حال إنه توفرت لك فرصة سفر لألمانيا على سبيل المثال، مدفوع التكاليف كلياً، القراية بالبلاش، عطوك حوش، بس إنك أنت شخص متميز وهم حابين يستقطبوك. وحيعطوك مرتب فوقها او مثلا مصروف جيب خلال مدتك الدراسيه وبعدين حيوفروا لك عمل، يعني فرصه الاحلام لهالشباب مش بس في ليبيا، هل حتوافقي مباشره من عندك ولا حتسالي عائلتك؟ اكيد ناخذ فرصه اني نسال. بمعنى انا شخص دائما يعتمد على نفسه، وفرصه زي هذه لا اعتقد اني ساتردد مطلقا وحنمشي على طول بدون ما اسال العائله، ما اعتقدش اني حتعاند اصلا. هو اوريدي حنوافق. في هذا انك انت قلتي حنسال حنحط فرصه للسؤال، في هذا ان عائلتك رفضوا، هل حتهتمي بالفرصه اكثر ولا بعائلتك اكثر؟ اكيد بالفرصه، لان عائلتي يعني انا اشك انهم يرفضوا، خاصه اذا كانت فرصه في حالة قويه. إن... في حاله انه رفضوا حنحاول نقنعهم باي طريقه. فانا مضطره نوافق على القرار اللي ياخذه زوجي، خلاص قال لي لا معناه لا مهما كان القرار. مهما كان القرار حنبلغهم، ولكن حنتخذ القرار، حتى كان رفضه هو قراري هي حياتي، فحنسافر شاءوا ام ابوا في كل الحالات. نعم، حياتي مش حياتهم. ونحن لازم نفهم ان الموضوع هذا يعني هو اخذ وعطاء، يعني زي ما البنت نحن نلوم، يعني خلينا لازم تحترم هلها، هل حتى هم لازم يقدروا احلام وطموحات ابنائهم. شكرا.